ترأس المطران مارون لحام النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً احتفالياً بمناسبة يوم المريض العالمي في كنيسة سيدة البشارة في الويبدة. حضره عدد من الكهنة وجمع غفير من المؤمنين والمرضى والمسنين وعائلاتهم. وفي بداية القداس ألقى الأب بشير بدر كاهن الرعية كلمة ترحيبية رحب فيها بالمرضى والمسنين ودعاهم إلى التمسك بالرجاء والشجاعة رغم ألمهم وضعفهم. وفي عادة القداس ألقى المطران لحام كلمة قال فيها: لم أجد أفضل من رسالة البابا فرانسيس في هذه السنة بمناسبة يوم المريض العالمي، لا سيما وأن البابا فرانسيس كما تعلمون له محبة خاصة واهتمام خاص بالمرضى والمهمشين والفقراء. يقول البابا في رسالته لهذا العام: أتوجه إليكم أيها المرضى الأعزاء وإلى من يقومون بخدمتكم ورعايتكم، إن الكنيسة ترى فيكم صورة مميزة للمسيح المتألم. فعندما ارتفع المسيح على الصليب بدد ظلمات الألم وغلب وحدة الألم. فبجانب ألمكم، يقول البابا، لا بل داخل ألمكم هنالك ألم يسوع الذي يشارككم في حمل الصليب ويعطي الألم والمرض والصليب معنى جديدا. وخلال القداس تم منح سر مسحة المرضى لبعض المرضى والمسنين ولبعض الأشخاص الذين يرغبون بنيلها. وفي نهاية القداس ألقت السيدة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن كلمة شكر لكل من لبى الدعوة وكل من جاء ليصلي من أجل الآخر المتألم. باسم مكتب فضائية نورسات في الأردن نشكر لكم مشاركتنا الصلاة بمناسبة يوم المريض العالمي، ونشكر كنيسة البشارة براعيها قدس الأب بشير بدر ومؤمنيها الذين شاركونا بمحبتهم ودعمهم وصلاتهم. إننا نقف اليوم أمام سر محبة الله تجاهنا التي تبعث في قلوبنا الرجاء والشجاعة وتبعث فينا الإيمان والمحبة. عندما ننحني على الأشخاص المحتاجين إلى الرعاية نحمل إليهم رجاء وبسمة الله إزاء تناقضات العالم، وهكذا هي النورسات تسعى دوماً إلى أن تكون ملاذاً للنفوس العطشة إلى النمو في الحنان والرأفة والمحبة المرتكزة على الاحترام، وأن ننظر إلى أم يسوع وأمنا التي أصغت إلى صوت الله وصوت أبنائها المحتاجين. وفي نهاية كلمتها قدمت المعايدة لسيادة المطران مارون لحام الذي يصادف بنفس اليوم عيد شفيعه القديس مارون. آمين. وأحيى القداس كورال الكنيسة، وشاركت فرقة الكشافة أيضا بتنظيم وترتيب القداس. نانسي طباسي، نورسات، الأردن.